في ظل أزمة كورونا ارتفع حجم عمل شركات البريد وحجم الطرود القادمة إلى الأردن من الخارج بعد توقف حركة التنقل بالطائرات. في التقرير التالي نستعرض كيفية التعامل مع هذه الطرود وكيفية تعقيمها والإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل شركات البريد الأردني. نتابع. هكذا يتم التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة قبل وصولها للعملاء. فمنذ وصول هذه الطرود إلى ساحة الشحن الجوي يتم تعقيمها. ففي ضوء قرارات الحظر ومنع التجول التي فرضتها أزمة كورونا، دعت الضرورة إلى إيجاد سبل جديدة تمثلت في التعامل مع خدمة التوصيل المنزلي والطرود والخدمات البريدية. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كان لها الدور الأبرز خلال الجائحة، حيث كانت أكثر القطاعات حيوية في التعامل مع هذه الطرود التي تجاوزت عددها أكثر من 2 مليون إرسالية، تنوعت ما بين المواد الغذائية والأدوية والألبسة ومستحضرات التجميل وأجهزة الاتصالات وغيرها. بداية كان توجيهنا للشركات أن ضرورة توصيل المواطنين لحتى منازلهم، وكان في توجيه بنفس الوقت كمان بالنسبة للأدوية اللي للمرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة، فكان ضرورة توصيل هاي الأدوية للمواطنين اللي بياخذوا الأدوية هاي. ففعلا كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجهت هاي الشركات لكل للعمل من خلال منصة مون التي أطلقتها الحكومة من بداية الأزمة. مع توقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم، تنام الطلب على الطرود الدولية، حيث احتلت تركيا المركز الأول في نسبة المشتريات، تليها الصين وإيطاليا ومن ثم أمريكا. من هنا تقوم الشركات بإرسال الطرود الداخلية ضمن آلية تحفظ معايير السلامة العامة، بعد أن تم حفظ هذه الطرود لمدة 4 أيام للتأكد من عدم وجود الفيروس. فبعد الانتهاء من تعقيم الطرود الواردة، تقوم الشركة بتوصيلها بمركبات معقمة متبعين معايير السلامة العامة. منذ بداية الأزمة تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية من قبل الشركة على مستوى العالم بما ضمنها الأردن، حيث يتم الآن تعقيم جميع الشحنات الواردة والصادرة قبل تحركها باتجاه العملاء النهائيين. بالبضائع الواردة تم التعامل مع حوالي 450 طن كحجم بضائع، كلها كانت تتم عملية تعقيمها عند وصولها دخولها إلى مركز المطار مركز الشركة بالشحن بالإشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإشراف الجمارك الأردنية لضمان سلامة هذه الطرود. معنا عبر الهاتف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. تقريبا 450 طن تم التعامل معها منذ بدء جائحة كورونا وتأثيراتها على الأردن، مقارنة بالعام الماضي هل هناك ارتفاع بحجم استقبال الطرود؟ صراحة الطرود الخارجية كما تفضل الأخوان في الشحن أنه يتم تعقيمها، وطبعا هناك مدة لبقائها في مركز الشحن الرئيسي في المطار اللي هي مدة تقريبا 4 أيام. إحنا مقارنة مع العام الماضي كان عدد الشركات المرخصة لعمليات التوصيل المنزلي وتوصيل البريد سواء كان من الخارج أو من الداخل خلال الشهرين قمنا بترخيص 25 شركة، وهذا يقارن بما نرخصه عادة في عام كامل. طبعا التوصيل المنزلي كما ذكر تجاوز 2 مليون طرد، وهذا يدل على أن منصة مونة من خلال وسائل التوصيل المنزلي قد نجحت وقد تغيرت ثقافة المواطن الأردني في هذا الاتجاه، بحيث أن قمنا بتوفير التباعد من خلال إيصال حاجات المواطنين إلى منازلهم وأماكن تواجدهم. الواقع أن هذه الخدمة يعني أجريت ضمن ضوابط التعقيم، وكان التعقيم من شركات متخصصة ومرخصة من وزارة الصناعة والتجارة حتى نضمن أن هذه التنقلات للمواد لا تقوم بنشر الفيروس. وطبعا التعقيم يشمل آلية النقل سيارة بالإضافة إلى سائق السيارة، وهذه طبعا المنصة وفرت في
يعني خلال الجائحة ما يقارب من 9000 فرصة عمل لمواطنين أردنيين، بالإضافة إلى توفير التباعد وتوفير احتياجيات المواطنين في أماكن سكنهم. وبالتالي يعني هذه صراحة كانت قمة في النجاح وقمة في التباعد وقمة في محاربة انتشار الوباء. نعم مهندس، هل كان خلال يعني هذه الفترة هل كان هناك دول يمنع أن نقوم بالاستيراد منها، ممنوع توصلنا طرود منها؟ الواقع قمنا باستشارة وزارة الصحة في هذا الموضوع، ويعني أعلمونا على الطريقة المثلى وهي بقاء الطرود 4 أيام في مكان استقبال الشحنات الدولية ثم توزيعها بعد هذه المدة. طبعا من خلال طبعا يكون هناك فترة تعقيم كذلك قبل وصولها إلى التوزيع الداخلي. فيعني كان هناك مدة لبعض البلدان، وطبعا ذكرت وزارة الصحة ما هذه البلدان، لازم يكون هناك فترة انتظار 4 أيام قبل بداية التوزيع الداخلي داخل المملكة. يعني بعد الـ4 أيام هل كان هناك داعي للتعقيم؟ يعني تعرف هو إجراءات احترازية هاي، احنا يعني التعقيم اليومي يعني ممكن التعقيم لمرة واحدة كافي، ولكن زيادة في الاطمئنان وحتى يطمئن المواطن، واحنا حتى نطمئن انه العملية دائما صحية وحسب إجراءات الصحة العامة من الحكومة. كان هناك إجراءات وإحنا اتبعنا هذه الإجراءات للتأكد من أنه إحنا ليس ناقرين وليس ناشرين للوباء والفيروس، فبالتالي إحنا التزمنا في هذه التعليمات. نعم، يعني خلال فترة كورونا كان هناك صعوبات كبيرة في التنقل وأيضا العمل بطاقة استيعابية أقل من الطاقة التي كانت موجودة بشكل عام، كيف تعاملتم مع هذه المشكلة خلال الجائحة؟ الواقع أنه إحنا فتحنا الباب أمام مزيد من التراخيص، وبالتالي خلال أقل من 6 أسابيع ترخصنا أكثر من 25 شركة وأكثر من 9000 موصل لهذه البضائع. فبالتالي يعني وطبعا قمنا باختصار الإجراءات وقمنا ب يعني اهتمينا فقط بالإجراءات التي تؤثر على جودة الخدمة وعلى الصحة العامة، وتناسينا أو تغاضينا عن الشروط الأخرى اللي احنا عادة في الظروف العادية نتطلبها من شركات التوصيل. طب الان بعد الجائحة شو راح يصير بهاي الشروط، شو راح يصير بهاي الشركات؟ احنا طبعا وضعنا شرط خلال الترخيص انه في حال انتهاء الجائحة سوف نستكمل الشروط الترخيص الاخرى اللي تغاضينا عنها في هذه المرحلة. يعني التزمنا في الترخيص انه نكمل الذي تغاضينا عنه في هذه الفترة. نعم، وضحت الفكرة دكتور المهندس غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شكرا جزيلا لك.